لديك. نعم، أهلا بك مصباح. لو نتحدث عن آخر أخبار مدينة بنغازي، ولعل الأبرز اليوم داخل المدينة هو الاحتفال الذي نظمته كشاف ومرشدات المدينة باحتفائها بالعيد 63 لتأسيس حركة الكشافة، حيث أقيم احتفال كبير داخل مجمع سليمان الضرات ببنغازي. هذا الاحتفال حضره كل القادة الكشفيين وكل حلقات الكشافة داخل مدينة بنغازي أو على مستوى مدينة بنغازي. نعم. تخلل هذا الاحتفال العديد من العروض الفنية وأيضا العروض المسرحية، المسرحية التي تجسد ما يمر به الوطن الآن من حرب الجيش على الإرهاب، وأيضا من كافة الأوضاع التي تمر بها مدينة بنغازي. أيضا لو نتحدث مصباح عن مدينة بنغازي، طلبت كلية الإعلام نظموا مهرجانا ترفيهيا ثقافيا تحت عنوان هذا وقتنا. هذا المهرجان حضره أولياء أمور الطلبة وأيضا عدد من أهالي المدينة. أيضا كان يحوي العديد من الفقرات الفنية والتثقيفية، ولكن الأبرز في هذا المهرجان ولعل ختامه هو الأبرز بتكريم شهداء كلية الإعلام من الطلبة الذين استشهدوا في ساحات الحرب ضد الجماعات الإرهابية. نعم. لو نتحدث عن الوضع العام في بنغازي عسكريا، قواتنا المسلحة تواصل عملياتها العسكرية في آخر ما تبقى من مواقع للجماعات الإرهابية في المحور الغربي ولعل العمارات الأطناش وما تبقى منها، المربع الوحيد الذي تبقى والذي تحاصر فيه قوات الجيش الجماعات الإرهابية هو الآن في مرمى نيران الجيش. ما يعيق التقدم والحسم هو اتخاذ هذه الجماعات بعض الأسرى وبعض العائلات العالقة كدروعا بشرية، ولكن الساعات القادمة لربما تكون ساعة حسم بعد أن تتقدم قوات الجيش وتفصل في معركة الجيش ضد الإرهاب. الوضع الأمني في بنغازي مستقر كما هو حال المدينة منذ أيام، خاصة أن اليوم يوم جمعة كما نعلم بأنه لا ازدحام وليس هناك أي يعني مؤسسات حكومية تعمل أو غيرها، فاليوم كان يوم عطلة، يوم على مدينة بنغازي عادي جدا. ولكن الأبرز كما تحدثنا هي الاحتفالات التي تعم مدينة بنغازي، والتي كما أكد القائمون سواء على احتفال كلية الإعلام وأيضا على احتفال الكشافة بأن هذا العام احتفل كما لم يحتفل منذ أعوام بسبب سيطرة القوات المسلحة على كل مدينة بنغازي والقضاء على الإرهاب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك صفاء الحاسم مراسلتنا عبر المراسلة عمان بنغازي.